ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوف التشانل بتاعتي، اوعي تنسي تعملي لي اشتراك فيها، وكمان تفعلي علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. وانا عاده يعني بنزل فيديو كل يوم او فيديو كل يوم ويوم على حسب يعني ما صحتي تجيب يعني. طبعا الكريسماس خلاص فضلوا 20 يوم او 21 يوم. دي التحضيرات بتاعتنا بتاعت الكريسماس. اولا طبعا يعني من عددنا احنا بنجيب شجرة، بتكلم عن العيلة بتاعتنا يعني عامة بنجيب شجرة. فطبعا المرة دي عشان انا في بيتي ومتجوزة، فماما جابت لي شجرة ليا، هم عندهم اوريدي الشجرة بتاعتهم يعني. شجرة كبيرة جدا، شجرة تقريبا 2 متر، اطول مننا بكتير يعني 2 متر او 2 متر و10 سنتي حاجة زي كده. هتشوفوا شكلها برضو وهي بتتحط. ماما هنا كانت عماله تفكها، كانت بتعملها يعني وكده تمام. اخدت مننا وقت كبير يعني، انا عامله لكم الفيديو 8 دقايق تقريبا، هي اخده مننا وقت اطول من كده بكتير يعني. بدات بقى ماما عماله كل شويه تفكها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هي لونها يا بنات اسود في ابيض. انا ما حبيتش اللون الشجر الاخضر المعتاد ده بصراحه، ما حبيتش الموضوع ده، حبيت ان هو يكون شكل الشجره مختلف شويه عن شكل شجره اي حد، او عن مختلفه عن كل سنه، فاهمين؟ الانسان بيحب يجدد كل سنه. 2022 داخله واحنا متكسرين حرفيا، فبالراحه علينا شويه ست يعني، بمعنى صح احنا خلاص متدشملين. كل سنة وانتو طيبين، وان شاء الله السنة الجاية تكون سعيدة على كل الناس، والسنة الجاية الناس كلها تحقق فيها كل حاجة حلوة هما بيتمنوها. واللي نفسها تتجوز تتجوز، وتشوف الخيبة اللي احنا فيها، واللي نفسها تتخطب تتخطب، واللي نفسها تجيب بيبي تجيب بيبي. فيا رب ان شاء الله سنة 2022 تكون سعيدة على كل الناس يا رب. هنا بقى خلاص كانت كلها كده عمالة تتفتح الحمد لله يعني. بنات يعني انا عمري طبعا ما هجيب ال10,000 مشترك قبل السنه الجديده، بس حاولوا يعني اعملوا لي اشتراكات كده، لايكات، كومنتات، ترفعوا لي الفيديوهات بحيث ان القناه يبقى فيها شويه تشجيع يعني. هنا بقى جبت فرع النور اللي انا كنت جايباه في جوازي، ما كنتش لاقيه له مكان او مش عارفه احطه فين بصراحه، فالحمد لله لقيت له شغلانه يعني، لقيت له مكان، فهحطه كده بقى ان شاء الله على الشجره. هيخليها شكلها حلو، بس الشجره طلعت ناقصه شويه زوايا يعني، انتوا هتشوفوا هتلاقوها مليانه زوايا وكل حاجه، بس هي محتاجه برضو زوايا تاني لانها كانت كبيره جدا. شايفين طولها عامل ازاي؟ طويله جدا 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 يعني، فاحتاجت شويه زوايا كتير. المهم بقى عايزاكوا شويه كده تدلعوني، لايكات، كومنتات بقى، اشتراكات، تعملوا لي شير للشانل بحيث اي حد يشوف القناة يعمل لي فيها اشتراك كده يعني، عشان القناة تتشاف اكتر، لاني والله ببذل مجهود كبير جدا في الاخر ما بلاقيش يعني اي تشجيع على المحتوى خالص، او ما بلاقيش اشتراكات كتير او كومنتات او لايكات، الحاجات بتبقى محدودة جدا، دي حاجة مزعلاني. ففرحوني بقى بالسنة الجديدة. بصوا هنا كلها اتفردت، هنا بدأنا نحط بقى ايه، فرع النور كده. فرع النور فرق جدا في موضوع الشجرة صدقوني يعني، فرق قوي 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 يعني. بصوا هنا ماما كده بقى كانت عماله تحط فرع النور، بعد كده كل ده اتلخفن لان احنا لما حطيناه جنب الفيشه طلعت الفيشه قصيره، فاحتاجنا بقى ان احنا ايه نبدل كل ده. عايزه اقول لكم والله موضوع الشجره ده حاجه لطيفه جدا يعني، يعني مرتبطة ببابا نويل وكده، حاجة لطيفة جدا ان اي حد يجيب شجرة ويبدأ يزوق بقى، او عارفين انتوا التركات والحركات دي. بصوا بقى ماما هنا عمالة تشوف كده الفيشة هتعمل ولا لا، وطلعت قصيرة جدا يعني اهو كده، برضو الفيشة قصيرة. في الاخر بقى عرفنا نعملها يعني بعد ما قصرت شوية حاجات وكده. بصوا بقى فرع النور وهو منور بجد هيعجبه جدا، ده شكله، شكله كويس قوي قوي. فرع النور ده يا بنات كان تقريبا ب60 جنيه، هو عشان شبه الكريستالات كده، كمان الانوار بتاعته كويسة. انا فكرت الانوار بتاعته في الاول لونها ذهبي، بس فقلت لا يعني الشجرة بتبقى عايزة الالوان الملعلعة دي. وبصوا السجادة دي اللي محطوطة تحت الشجرة،
دي كده زي ما الشاي حاطين عليها شجرة برضو فيها سانتا كلوز وفيها سنومان. بحب الحاجات دي جدا وبحب الكريسماس وبحب تجهيزات الكريسماس وبحب كل حاجة حرفيا خاصة بالكريسماس. بصوا شكلها قمر 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 بالنور، ولسه لما تشوفوها بعد ما تتذوق بجد انتوا ذات نفسكم هتنبهروا بالموضوع. يعني بصوا طويلة ازاي وباينة جدا اصلا. بصوا بقى كده هنا مروان بقى طبعا اتدخل في الموضوع، ازاي يعني ما يتدخل شوية، هدي لغبط في شوية حاجات. بصوا هنا بقى كنا عمالين نفتح في الزواق، هما دلوقتي هيبدأوا يزوق اهو. بصوا هنا مروان حط البتاع دي غلط، فماما عمالة تقوله لا لازم تلفها مرتين او حاجة زي كده. بصوا بقى هنا بقى ايه، كانت نصها اتزوق لسه الباقي. اول حاجة حطيت البتاع اللي من فوق دي اللي مشهورة في كل شجرة كريسماس يعني في الافلام اكيد انتوا عارفين، الجرس الكبير ده اللي بيتحط فوق ده من اهم الحاجات عندي. بحب قوي كمان الكور الملونة دي والاجراس، وعارفين الشكل الباكج الهدية الصغنن ده يطلع منه احمر ويطلع منه دهبي، بحب قوي الكلام ده حرفيا. بموت في اجواء الكريسماس، بموت في الشجرة في الحاجات بتاعت الزوية دي عامة. بصوا دي كور كريستال وفي كور تانية كده بتلمع. الكيس يا بنات يعني مثلا قولوا في كيس بخمسين جنيه، في كيس بتلاتين جنيه، في كيس باربعين جنيه. جايبة الزواق والحاجات دي من زنات الستات في المنشية الزواق بس، انما الشجرة انا مش عارفة ماما جايبها منين عشان تبقوا عارفين، انا مش فاكرة صدقوني. هنا علقت انا كلمة ميري كريسمس يعني عيد ميلاد سعيد وعيد ميلاد مجيد. بصوا شكلها كده وهي متزوقة جامدة جدا 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 يعني، وبالذات البتاع اللي من فوق دي محلية يعني الشكل اكتر واكتر بصراحة. يعني حسستني باجواء الكريسماس او المجاد بأمانة، وكمان فرقت جدا في شكل الشقة. وبصوا هنا بقى كانت الشجرة خلاص، احنا كده خلصنا كل الزوايا اللي كان معانا خلاص زوقناها كلها. طبعا مرون هيجيب تاني وتقريبا ماما هتجيب تاني برضو عشان خطر تكمل كلها، لان الشجرة كبيرة فمحتاجة زواق اكبر بكتير يعني. تمام فده الشكل بتاعها كده. صدقوني فرق جدا في الموضوع، حسستنا باجواء الكريسماس اللي داخلة علينا، وانا برضو انصحكم بالموضوع ده. هنا بقى كانت ماما بتلزق اخر الزواق والهدايا الصغيرة الاخيرة. حبيت اشارك معاكم التجربة دي، وحبيت اشارك معاكم واحنا بنعلق الشجرة. متنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده واشتراك للقناة وتفعلوا علامة الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم شعر بمنزل فيديو جديد.